بسم الله الرحمن الرحيم. طلاب الصف الثالث الإعدادي، إن شاء الله بإذن الله هناخد النهاردة درس جديد هو اسمه العمليات على القصور الجبرية. تمام؟ طيب تعال نشوف بقى يعني إيه العمليات على القصور الجبرية. أول حاجة هو بيتكلم فيها في العمليات على القصور الجبرية إن أي عملية هتتم لازم تمر بأربع خطوات. أول حاجة اللي إحنا بنحلل ونعين المجال ونختصر، نحلل ونعين المجال ونختصر أو نختزل، وبعد كده اللي هننفذ العملية اللي هو قالين عليها، والعملية الحسابية هنا تكون جمع أو طرح أو ضرب أو قسمة. طيب تعال نشوف أول حاجة هنا جمع القصور الجبرية. إحنا دلوقتي لما بنيجي نجمع أي كسر جبري لازم أخد بالي من حاجة مهمة جدا، وهي إن بتكون المقامات متوحدة. يعني مثلا زي الأعداد النسبية كده، لما كنت أجي أجمع ألف على ب زائد جيم على ب، هنا المقامات متوحدة، يبقى بنزل نفس المقام ب وبجمع البسط، يبقى ألف زائد جيم. زي المثال ده كده، 3 على 7 زائد 2 على 7، يبقى الإجابة 7 هتنزل، يبقى الإجابة 5 على 7، يعني بجمع البسط. طيب نفترض إن المقامات مش متوحدة، بنعمل ايه؟ بنوحد المقامات، هنضرب المقامين في بعض ونعمل مقص، يبقى هضرب ب في د ب د، وبعد كده هعمل مقص، يبقى ا في د ب ا د زائد ب ج. تمام كده؟ زي المثال اللي قدامك ده دلوقتي، لو هو طلب مني اجمع 2 على 3 زائد 1 على 5، هبتدي اوحد المقامات الاول، هضرب 3 في 5 ب 15، وبعد كده هعمل مقص، يبقى 2 في 5 ب 10، واحد في 3 ب 3، يبقى الإجابة 13 على 15. طيب تعالى بقى نشوف الحكاية ديت هتتعمل ازاي في القصور الجبرية. طيب أول حاجة جه قال لي ايه؟ اوجد نون س في أبسط صورة مبينة للمجال. أدي المثال أهو، س ناقص 3 على س تربيع ناقص 4 س زائد 3 زائد س تربيع ناقص 4 على س تربيع زائد س ناقص 4 ناقص 2 آسف. أول حاجة هبتدي أعملها هبتدي احلل البسط والمقام. البسط فوق هنا في اول جزء مش هيتحلل، س ناقص 3 هتنزل زي ما هي، هبتدي احلل المقدار الثلاثي اللي تحت، هيبقى س ناقص 3 وس ناقص 1. ناخد بقى الكسر الجبري الثاني، س تربيع ناقص 4، ده فرق بين مربعين، هنحلل س وس، موجب وسالب 2 و2. طيب الثلاثي اللي تحت ده بقى هنحلله قوسين، س وس، الموجب 2 وسالب 1. قبل ما اختصر زي ما انا قلت ابتدي اعين المجال، واحنا عارفين المجال بيتعين ازاي، يبقى ح ناقص اصفار المقام، يعني ح ناقص 3 و1 وسالب 2 و1، الواحد مكتوبه قبل كده فما تتكررش. طيب بعد كده ابتدي اختصر الحدود او الاقواس المتشابهه مع بعض، س ناقص 3 فوق هتروح مع س ناقص 3، وفي الكسر الثاني س زائد 2 هتروح مع س زائد 2، فهيبقى لك في الاخر 1 على س ناقص 1، والجنب التاني س ناقص 2 على س ناقص 1. هنا المقامات ايه؟ متوحدة، هينزل نفس المقام زي ما هو س ناقص 1، وابتدي اجمع البسط، يبقى 1 زائد س ناقص 2، يعني هتدينا في الاخر س ناقص 1 على س ناقص 1 اللي هي بتساوي 1. طيب تعال نشوف حاجة تانية، مثال تاني اهو، اوجد نون س في ابسط صورة موضحا المجال. وراح كتب لك ايه بقى؟ 2 س ناقص 2 على س تربيع ناقص 3 س زائد 2 بتساوي س تربيع ناقص 2 س زائد 4 على س تكعيب زائد 8. هبتدي بقى احلل. طيب اول حاجه انت فوق 2 س ناقص 2 هناخد الاثنين عامل مشترك، هيبقى لنا س ناقص 1. طيب وبعد كده هنحلل المقام س ناقص 2 وس ناقص 1. هنيجي بقى هنا س ناقص س تربيع ناقص 2 س زائد 4 مش هتتحلل، اللي تحت ده مجموع مكعبين، هنحلله قوس صغير وقوس كبير، فهيبقى لي س زائد 2 وس تربيع ناقص 2 س زائد 4. هبتدي اعين المجال، يبقى المجال ح ناقص اصفار المقام، يبقى ح ناقص 2 و1 وسالب 2. بعد كده هبتدي اختصر، هنا هتاخد بالك ان الحدود المقامات متوحده، س ناقص 2 وس زائد 2 كده مش متوحده، فانت هتعمل ايه؟ هتوحدهم. هنوحدهم ازاي؟ هنضربهم في بعض وهنعمل مقص، يعني س ناقص 2 هضربها في س زائد 2 واعمل مقص،
يبقى 2 هضربها في س زائد 2، والواحد هضربه في س ناقص 2، وابتدي اجمع الحدود المتشابهه، يبقى في الاخر هتساوي 3 س زائد 2 على س ناقص 2 في س زائد 2. شوف مسألة تانية، يوجد نون س في أبسط صورة، كاتب لك أهو س تربيع زائد 3 س على س تربيع ناقص 9 ناقص 3 س زائد 3 على س تربيع ناقص 2 س ناقص 3. خلاص؟ هبتدي بقى إيه؟ أحلل المقام والبسط. فهنا س تربيع زائد 3 س، هناخد الس عامل مشترك. هناخد السين عامل مشترك، فهيبقى لك سين زائد 3، والبقاء بفرق بين مربعين، يبقى سين ناقص 3 وسين زائد 3. نيجي بقى للكسر التالي، هناخد التلاتة عامل مشترك، فهيبقى لك سين زائد 1، والبقاء هنا هنحلله ثلاثي عادي، يبقى سين ناقص 3 وسين زائد 1. هبتدي أعين المجال ح ناقص أصفار المقام، يبقى ح ناقص 3 سالب 3 وسالب 1. هبتدي اختصر الحدود المتشابهه، وهيديني في الاخر س على س ناقص 3 ناقص 3 على س ناقص 3. المقامات متوحده، هيتروح البسط مع البسط، هيبقى لي في الاخر 1. مساله ثانيه بيقول لي 3 س زائد 4 على س تربيع ناقص 4، وهنا س على 3 س ناقص س تربيع. طيب ال 3 س ناقص س تربيع دي مش مترتبه، فابتدي ارتبها. ارتبها يعني ايه؟ يعني ممكن تاخد السالب عامل ايه؟ مشترك. خلاص؟ طيب لما تيجي تبدلها هتبقى س تربيع ناقص 2 س، وتغير عمليه الجمع من جمع لطرح. يعني العمليه اللي قدامك ديت تغيرها من جمع لطرح. وابتدي بقى احلل عادي خالص، فوق هاخد الاثنين عامل مشترك، هيبقى لنا س زائد 2، تحت هنحللها فرق بين مربعين، فيبقى لنا س ناقص 2 وس زائد 2، وهنا الس هتنزل زي ما هي. الكسر الثاني بقى المقام، س هناخدها عامل مشترك، ويبقى لنا س في س ناقص 2. هبتدي اعين المجال ح ناقص اصفار المقام، يعني ح ناقص 2 وسالب 2 وصفر. وزي ما قلت لك لو في حاجه متكرره بكتبها مره واحده. هبتدي اختصر الحدود المتشابهه، هيبقى لي 2 على س ناقص 2 ناقص 1 على س ناقص 2، يبقى فوق 2 ناقص 1 ب1، والمقام هينزل زي ما هو س ناقص 2. بيقول لي هنا ايه بقى؟ انا عايز دالة النون 1. طب اشوف هل الواحد ده موجود هنا في المجال ولا لا؟ الواحد موجود، يبقى انا ممكن اجيب دالته، يبقى 1 يعني ينفع احط مكان الس 1، يبقى الاجابه بسالب 1. طب ينفع اجيب دالة سالب 2؟ لا، سالب 2 لا تنتمي للمجال. يجي واحد يقول لي طب يا مستر ما هي مكتوبه اهي، هقول لك يا حبيبي خد بالك المجال كل الاعداد ما عدا دولت، يعني ما ينفعش اجيب داله 2، ما ينفعش اجيب داله سالب 2، ما ينفعش اجيب داله الصفر. يبقى انا دلوقتي عندي نون سالب 2 غير معرفه، ليه؟ لان سالب 2 لا ينتمي للمجال.